بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عرب. عمرو الدهوني معاكم arabic.html.com. طبعا الكام سنه الاخيره حصل ابديت صعب الموضوع على اي ديفلوبر، موضوع المالتيبل سكرين. طبعا لما نيجي نعمل الويب سايت بتاعتنا، بنعملها ويب سايت للديسكتوب، وبنعمل سايز جديد للتابلت، وبنعمل سايز جديد للموبايل، وده طبعا الموضوع بقى صعب والموضوع بقى تقيل. في طبعا ناس كتير عملت ابديت، وفي ناس لسه اكتر لسه ما عملتش ابديت. طبعا انا واحد من الناس اللي لسه ما عملتش ابديت. ان شاء الله في الكام شهر الجايين هعمل الابديت بتاعي. طبعا دريم ويفر سهل الموضوع وخلى الموضوع سهل شوية، على اساس ان انت بكام كليكاية ممكن ان انت تشتغل، وممكن تعمل لنفسك multiple screen layout. هنبص عليها النهاردة. طبعا لو رحت دريم ويفر، انا لسه ما فتحتش اي حاجة خالص، هروح على سايت وهنقول نيو سايت، وهاجي هنا واقول ماكس 1 على اساس ان هو ده اسم السايت اللي احنا هنعملها. واحنا هنعمل سايت خفيفة كده، هي على الديسكتوب، وهديها دبل كليك واقول سيف، واقول سيف تاني. طبعا لما اجي اروح، هروح على فايل نيو، او بروح على طول نيو فلويد جريديان لاي اوت. الاثنين هيودوك لنفس المكان، وهقول هنا ريسيت ديفولت، تاني ريسيت ديفولت، على ما اعتقد هو ده الديفولت. طيب هنا انا عايز اغير المقاسات. هنا لو بصينا هنلاقي ان الجريديان واخد 90% من السكرين بتاعتنا بتاعت الديسكتوب، اللي هو الاصل بتاعها 1232 بكسل. هنا في التابلت 768 بكسل، واخد هو 93%، وهنا 480 بكسل اللي هو الموبايل، طبعا هو واخد هنا 91%. طبعا الجريدين هنا 10، انا هخليهم 12، وهنا 8 هخليهم برضو 10 10، وهنا هخليهم 6. طبعا انت براحتك في الحتة دي، انت ممكن تغير حاجات كتير. طبعا الفرق بين كل كولوم هنخليهم مثلا 15. تمام. هنا طبعا الدوكيومنت بتاعنا HTML5، هنقول له كرييت، هيقول لك فين ده للسي اس اس بتاعنا، وهنقول له ستايل دوت سي اس اس. اوكي. طبعا هنا هيفتح لنا اول حاجه الجريديان بتاعنا طبعا، ومن هنا احنا بنبدا نغير هنا الموبايل، وهنا التابلت، وهنا السكرين بتاعنا. ده اول شغلنا. وطبعا قبل ما نعمل اي حاجه نروح نسيف الفايل بتاعنا، وهنقول له اندكس دوت اتش تي ام ال، هنقول له اوكي. وطبعا لما نيجي نعمل اوكي هيجي في فايلين هيتحفظوا عندنا، اللي هو بايلر بلوت دوت سي اس اس، وريسبوند ريسبوند دوت بينيفاي دوت جي اس. طبعا بايلر بلوت ده طبعا من ال اللهم صل على النبي، من اللي اوت، اللي هو زي ستارتر لي اوت كده، اللي هو زي لي اوت فاضي. طبعا احنا لو عملنا سيرش على HTML5 بايلر بلوت، ده طبعا زي ستارت لي اوت، زي فريم ورك، بيبقى فاضي ما فيهوش بس الا شويه سي اس اس، على اساس ان هو بياخد الشكل العام، بيحاول ان هو يخلي الشكل العام للويب سايت بتاعتك معادله لكل البراوزرات. طبعا وريسبوند دوت فينيفاي دوت جي اس، طبعا لان في سي اس اس ما هيش قابله، في بعض البراوزرات ما هيش قابله السي اس اس، فطبعا بجافا سكريبت بيخلي الموضوع يشتغل زي طبعا IE6 و7 والكلام ده كله. هنقوله طبعا كوبي طبعا، لان احنا محتاجينهم. طبعا احنا لو بصينا هنا اهو هنلاقي نفسنا في اول ديف. لو عملت كليكايه جوه هلاقي نفسي في ديف لاي اوت، لاي اوت ديف 1. ده طبعا انا مش عايزها، هعمل لها ديليت. بس اهم حاجه ان انا جوه جريد كونتينر، على اساس ان انا شغلي هنا هيبدا من هنا. هروح طبعا على لاي اوت، وهروح من هنا اختار الديف بتاع الاول، وهقول هيدر، واقول له اوكي. وطبعا هاخد كمان واحد، وهنقول
big underscore photo على اساس ان احنا عايزين نعمل صورة. وهنا طبعا بيقول لك start new row على اساس ان هو بيبدأ من اول السطر، على اساس ان هو ده واخد الحيز كله من الاول للاخر، وده طبعا واخد الحيز برضو من الاول للاخر. وهنا هنروح نعمل div تاني وهنقول له content وبرضو start new row. وهنا هنعمل div رابع هيبقى side bar، بس هنا مش هيبدأ new row على اساس ان احنا هنعمل له float بعد كده، لانه طبعا السايد بار. واخدت بالك ان طبعا عمله لك في بوردر اصفر، وطبعا ماهوش جاي بالظبط، ده ما فيهوش مشاكل. احنا هنحاول نظبط الموضوع دون، وطبعا هنبص على الاخر ديف اللي هو طبعا الفوتر بتاعنا، وطبعا ستارت نيو رو. طيب ماشي، احنا خلصنا كده. لما نيجي نسيف خالص سيف اول، وهنيجي نروح نشوف الستايل بتاعنا اتعمل ازاي. طبعا احنا لو بصينا على الستايل بتاعنا من اول وجديد خالص هنلاقي الايمج والاوبجكت والامباد والفيديو، طبعا الماكسيمم ويدث بتاعها 100%. طبعا مهما كان حجم السكرين بتاعتك، طبعا الصورة او الفيديو او اي حاجة هتاخد السايز بتاعها الطبيعي على حسب حجم السكرين. طبعا لو نزلنا تحت هنلاقي طبعا الجريديان، وهنا طبعا الويدث طبعا بالمية مش بالبكسل. وهننزل تحت هنخش بعد كده على الميديا سكرين اللي هو ده الموبايل اللي هو 481، وبعد كده بننزل على تحت اللي هو التابلت بتاعنا اللي هو 769. تمام، هنروح على الديزاين. هنبدأ هنا هنقول مثلا اللهم صل على النبي، وهنقول ماكس 1، وطبعا على اساس ان هو ده هيبقى الهيد بتاعنا اللي هو اسم السايد، وهنخليها طبعا من فورمات بننزل تحت على هيدنج 1 وبنخليها هيد 1. وهنروح على كروم وهنكتب لورم ابسم على اساس ان احنا عايزين ناخد تكست من اللورم ابسن. انا نسيت اعمل الموضوع دون. وهنروح بعد كده على العربي على اساس ان الموضوع بيدعم العربي بتاعنا، وهنخليه دلوقتي عشان احنا محتاجينه. هنروح هنا على البيج فوتو وهناخد البيج فوتو بتاعتنا، هنروح على انسرت، ومن انسرت هننزل على ايمج، ومن ايمج هنروح على الايمجز وهناخد الصورة الكبيرة اللي هي بيج فوتو. طبعا الالت بتاعها هيبقى ايه، هنقول برضو فوتو وهنقول اوكي على اساس ان الصورة الكبيرة بتاعتنا جيت. وبعد كده هنروح على الكونتنت بتاعنا، هنشيل خالص وهنقول بدل ما نروح هنقول كنترول الت اي على اساس ان احنا نعمل انسرت لاي صورة. وهناخد مثلا الصورة دي كونتنت 1 وهنقول عليها برضو هتبقى هي كونتنت 1 انتر. وطبعا هنيجي نقف بالماوس بتاعنا وهندوس على انتر، وهنروح بعد كده على اللورم ابسن بتاعنا على اساس ان احنا ناخد الجزئية دي من فوق لتحت كده، وهنروح هنا اهو وطبعا هنا، وهنقول كنترول في على اساس ان احنا نحط التكست بتاعنا. وكل حاجه متبهدله دلوقتي بس مفيش مشاكل. هنا طبعا هنروح على السايد بار، وطبعا نفس الموضوع هنشيل التكست اللي هو موجود، وبعد كده هنقول كنترول الت اي وهناخد الكونتنت 2 وهندوس اوكي وهنسميها برضو كونتنت 2 على اساس ان احنا مش هنضيع وقت بالموضوع دون. وطبعا هنا الفوتر بتاعنا اخر حاجة خالص، وهنقول برضو ماكس 1 2012. طبعا احنا لازم نحط علامة
الكوبي رايت، بس انا مش فاكرها على الكيبورد ازاي. يبقى نروح على الكود والسورس كود، وهنروح هنا اهو، وهندوس كده ونقول، وهنقول الكوبي بتاعتنا يبقى دي علامة الكوبي. ولو رحنا هنلاقي علامة الكوبي رايت بتاعتنا موجودة وتمام. طبعا هي مش موجودة، مش عارف ليه. لو رحنا تاني ان في حاجة، نقول كوبي والسما كولون بتاعتنا مش هننساها، وهنقول كنترول اس عشان نسيف كل حاجة. ولو رحنا دلوقتي تمام، يبقى احنا كده لقيناها. لو احنا كده بصينا هنلاقي نفسنا عاملين السايد بتاعتنا، يعني السايد بتاعتنا. طيب تمام، احنا لو جينا بصينا هنا اهو هنلاقي طبعا هنا الهيدر بتاعنا تمام، وهنا الصورة بتاعتنا دي تمام، الايمج الكبيرة. وهنا طبعا ده الكونتاكت، احنا مش عايزين نخليه كده اهو. احنا لو عملنا كليكاية كده اهو وبصينا لقينا نفسنا جوه الفريم بتاعنا، فيه طبعا السهم اللي طالع فوق، على اساس ان هو بيقول لك لو انت عايز تطلع الديف ده فوق. بس طبعا احنا مش هنعمل كده لان احنا عايزين الكونتنت يفضل لوحده. هنيجي ناحيه اليمين، وخد بالك هنا بيقول لك ريسايز ديف، يبقى هناخده مثلا ندخله جوه كده اهو. يبقى هنقول ادي الله واحد ملوش تاني، 3 4 5، يبقى هنسيب 5 مثلا. ولو سبته في اي حته هو لوحده هيعمل سناب، على اساس ان هو بيعمل سناب للشكل العام. وهنا طبعا لو جينا بصينا هنعمل كليكاي هنا اهو، وطبعا هنا على اساس ان هو بيقول لك عايز تحدد الشكل العام كله. بس هنا طبعا انا نسيت ان احنا نحط تكست تاني، فهقول كنترول في على ما اعتقد لسه كل حاجة موجودة، التكست موجود. طب تمام، خد بالك من النقطة دي، لو انا عملت الكليكاي كده اهو طبعا يبقى انا كده عملت الفريم بتاعي كامل، يبقى هو كده اخد الويدث اللي هو العرض بتاعه كله. وطبعا انا من هنا بصغر الفريم بتاعي الديف بتاعي. بس لو جيت من هنا هنا انا ما بصغرش، لو انا عملت كليكايه جوه وجيت من هنا، هنا بياخد طبعا كل حاجه. لو اخدت بالك بيقول لك مارجن ليفت، يعني لو احنا عملنا كليكايه كده هو هتلاقي ما هوش صغر، لا ده هو اخد المارجن بتاعه. وده طبعا احنا حاجه ما احناش عايزينها، احنا عايزين نرجع ليه تاني كده اهو، وعايزين ناخد من هنا اهو. طبعا احنا عايزين نعمل السايز بتاعه، هنقول ادي الله واحد ملوش تاني، 3 4 5، على اساس ان هو هيبقى 5. طبعا كده بقى تمام 5. وهنيجي هنا على السهم فوق وهنطلع دي فوق كده اهو. وطبعا من هنا طبعا لو الفوتر بتاعنا تحت، وده طبعا الشكل العام بتاع السايد بتاعتنا. هنروح على فايل سيف اول، يبقى احنا كده سيبنا الفايل كله. هنروح هنا طبعا، انت لو الجريديان دي مضايقاك وما انتش عايز تشوفها في وسط الديزاين، طبعا بتيجي هنا على العلامه دي وبتشيل من هنا فلوت جريديان جريد لي اوت. لو شلت علامه الصح بتلاقي الجريديان كله اتشال، هو لسه موجود وكل حاجه موجوده. بس طبعا على اساس ان انت ممكن عايز تركز في الديزاين اكتر، يبقى احنا ممكن نبص عليها كده. طبعا احنا لو بصينا هنلاقي هنا كود وسبليت وديزاين، وهنا في لايف. طبعا كان في حاجات تانية طبعا راحت، لا هي لسه ما راحتش، بس انا لو دوست على لايف هنلاقي من هنا اللايف كود والانسبكت بتاعنا لسه موجود. بس طبعا الوقت بقى موجودين لما بندوس على اللايف. انا هشيل اللايف بتاعتي وهروح هنا اهو، وهقول بريفيو ان كروم، يبقى هو كده واخد ال كروم بتاعي. طبعا لسه ما فيش اي حاجة هنا، كل حاجة بايظة، بس احنا هنحاول ان احنا نظبط الحاجات كده، حاجات بسيطة. طبعا لسه ما عملناش اي ديزاين لاي حاجة، بس انا لو صغرت وجيت بصيت ان هو جيت وانا بصغر هلاقي فعلا الصور كلها بتتحرك بتاعتنا بالظبط. تمام، طيب احنا عايزين دلوقتي نحرك كل حاجة، وهنروح على التابلت بتاعتنا. طبعا هنلاقي كل حاجة زي ما هي، زي ما سبناها. بس طبعا هنا احنا هنسيب كل حاجة زي ما هي كده اهو، وهناخد دي هنسيفها كده اهو. وهنروح برضو على الموبايل وهناخد برضو دي، لان احنا مش عايزين اكتر من دي، وهناخد دي هنا اهو. يبقى احنا كده عملنا ستايل
بسيط للويب سايت بتاعتي. طيب ماشي، انا لو جيت بصيت هنا اهو، لو جينا بصينا على كروم هنلاقي التكست هنا عايزين اللي هو نجيبه ناحية، يبقى واخد حتة من الصورة والجزئية دي. طبعا بمعنى كده ان احنا عايزين نعمل فلويت ليفت للصورة. طيب تمام، هنروح كده اهو وهنروح على وهندوس على الصورة على اساس ان احنا يبقى احنا كده من هنا اهو بصينا وجايبين الايمج بالظبط. هنروح على الستايل، وخد بالك من الحتة دي لان انا هروح اعمل ستايل جديد خالص، وهنروح اقول له less specific، واقول هنا سايد بار بي اللي هو الباراجراف والايمج. طبعا هنا هنقول نيو ستايل شيت، لان طبعا هنا انا مش عايز العب في الستايل دوت سي اس اس، لان ده طبعا اللعب فيه الوقت لسه كل حاجة جديدة، فأي حاجة ممكن تكسر الجريدينت بتاعتنا. فطب وليه؟ طب ما احنا ممكن نعمل فايل جديد. هنقول اوكي. طبعا هو هنا بيجي يقول لك الفايل بتاعك فين هنا، وهقول له مثلا layout.css، وهقول له اوكي. طبعا هنا فتح لي السي اس اس بانل بتاعتي. هروح على البوكس، ومن البوكس هروح هنا على فلويد، ومن هنا فلويد ليفت على ما اعتقد هتبقى رايت مش ليفت، لان احنا طبعا عايزين نجيب الصورة جنب ده. ولو سيبنا الصورة كده طبعا هنلاقي الصورة بتاعتنا جيت الجنب التاني. طبعا لا، انا مكنتش عايز اعملها رايت، يبقى احنا هنعملها نيجي هنا ونقول ليفت على اساس ان هي ليفت، ونيجي نديها كليكاية على اساس ان هو كده ليفت، وكده يبقى احنا عملنا سوري يا جماعه، كده يبقى احنا عملنا الستايل بتاعنا كده ستايل خفيف. وطبعا انا عملت الموضوع ده وانا على اساس ان احنا بنعمل ستايل سي اس اس جديد للصوره. طبعا كده احنا سيفنا اول، ولو رحنا على كروم وعملنا ريفرش هنلاقي فعلا الصوره بتاعتنا جيت مكانها. طبعا هنا طبعا لازم في بادنج مع الصوره، بس احنا ما عملناش. تعال نروح نعمل بسرعه البادنج على اساس ان احنا ناخدها كده مره واحده. هروح هنا على اللي اوت، هفتح اللي اوت واخد السايد بار، واقول وادوس على علامه القلم دي على اساس ان انا افتح تاني البانل بتاعتي. وطبعا هنا البوكس بتاعي وهقول مثلا هاخدهم كلهم 5 بكسل، وهقول اوكي. يبقى انا كده اخدت من جميع النواحي 5 بكسل. وطبعا هقول سيف تاني، سيف اول، ولما اروح على كروم واعمل ريفرش هلاقي كل حاجة. طبعا ال5 بكسل طبعا مهمش ظاهرين جامد، بس يبقى احنا كده ظبطنا الموضوع شوية. وطبعا لو جينا صغرنا هنلاقي نفسنا بنصغر هنا البروزر بتاعنا، واول ما نيجي للتابلت زي ما عملنا طبعا كل حاجة نزلت تحت، يبقى كده ده اخد مكانه، والتكست طلع فوق طبعا ماهوش تحت، لان طبعا احنا عاملين للصورة فلويد ليفت. ولو نزلنا اكتر هنفضل معاها لغاية طبعا الاخر. وطبعا شايف الصور هنا، الصور هنا طبعا بتاخد السايز 100% اللي هي مقاس السكرين نفسه بتبقى عامل ازاي، ومهما صغرنا طبعا هتبقى الموضوع كده، والصور هنا بتصغر. ويبقى كده على ما اعتقد احنا بصينا برضو على الجريدينت طبعا على اساس ان احنا بناخد فكرة مبسطة عن الحاجات الجديدة اللي في دريم ويفر، وان شاء الله المرة الجاية هنبص على حاجات تانية في دريم ويفر. واشوفكم المرة الجاية، يلا سلام يا عرب.